تعاون ونصف أفراد شرطة السير في عدن مغيب الحقوق والمستحقات التي لا زالت تتجاهلها الجهات المختصة حتى اللحظة دون توضيح أسباب ذلك التجاهل. من شهر ثمانية إلى الآن إحنا بدون رواتب، يعني 8 و9 و10 و11 أربع شهور بدون رواتب. نحن المرور القدامى بالنسبة للجدد لهم سنة وستة أشهر بدون رواتب بدون أي حقوق، لا القدامى ولا الجدد. رغم تدهور الأوضاع في البلاد وضبابية مصير المستجدين من أفراد شرطة المرور، إلا أن واجبهم الإنساني فرض عليهم الوقوف تحت أشعة الشمس الحارة لأداء واجبهم دون توفير أدنى المطالب المشروعة. نحن طالبنا المجلس المحلي، طالبنا الشرطة، طالبنا إدارة الأمن بحماية لنا، لكن ما استجابوش لنا، لأننا الآن سنة ونص بلا راتب. نحن بالشمس هذه وبالازدحام هذا المفروض أنهم يتعاونوا معنا أقل شيء بحماية الأفراد والمواطنين، لازم يتفاهموا معنا. الاحترام وتقدير الذات أهم ما يطالب به شرط المرور ليمارس مهنته بكل حماس، مع علمه بأن كل الوعود التي اعتاد على سماعها بضمه رسميا وصرف مرتبه بات حلما يتمنى تحقيقه عاجلا غير آجل. لا يفارقون الميادين الرئيسية ومفترقات الطرق، وبأيديهم تتسهل حركة مرور المركبات وسلامة المواطنين دون أن يلتفت أحد إلى حقوقهم التي أصبحت مع مرور الوقت مهدورة. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.